هنتكلم على ضبط الأسعار وضبط الأسواق، يبقى لازم نتكلم على المستهلك، يبقى لازم نتكلم إن إذا كان الأجهزة الحكومية عليها دور فمن الأهمية بكثير وكثير إن احنا نعتمد على المستهلك كمستهلك عارف حقوقه. عشان كده احنا بنراهن على المستهلك، المستهلك اللي عارف حقوقه، لأن هو ده أول خط دفاع ضد الاستغلال، وهو أول خط دفاع إن هو يطالب بحقه. عشان كده احنا بنهيب بحضراتكم إن الجهاز بيتمنى إن كل مواطن في جمهورية مصر العربية يكون مشارك في جمعيات حماية المستهلك أو في أسر حماية المستهلك. الجميع يعاني من ارتفاع الأسعار، الدور حساس جدا وضروري جدا، فيعني نتمنى من جهاز حماية المستهلك أن يعني يتحمس أكثر. مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك فيه عناصر بتشمل كل الأطراف اللي ليها صلة بحماية المستهلك وتنظيم الأسواق، فعندنا ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الأسواق، عندنا ممثلين عن قطاع الأعمال، وممثلين عن المجتمع المدني المعني بقضايا حماية المستهلك، وبيرأسه رئيس جهاز حماية المستهلك اللي هو عاطف يعقوب. احنا بنحاول نعمل اجتماعات دورية مع الجمعيات الأهلية اللي بتعني بحماية المستهلك، وهم موجودين في 20 محافظة تقريبا. عددهم حاليا اللي بينسقوا عمل معانا 82 جمعية، بنحاول نعمل لقاءات معاهم في المناسبات المختلفة ونطلعهم على آخر مستجدات الأسواق وأخبار الجهاز. المرة دي احنا معنيين أكتر بالتوعية قبل فترة الدخول إن شاء الله على عيد الأضحى المبارك، وإن هم يساعدونا في رصد المخالفات اللي موجودة في الأسواق. بنفتح أكتر من مجال في تلقي الشكاوى، فبنستقبل الشكاوى عن طريق عدة طرق بنحاول نتوصل بيها لأي مستهلك. أول طريق اللي هو طريق الهوت لاين بتاعنا 19588، الطريق الثاني اللي هو طريق الابليكيشن اللي على الموبايل، ان حضرتك تقدر تنزل الابليكيشن وتقدر تبعت لنا شكوى في اي وقت، تقدر تبعت استفسار، تقدر تبعت اي بلاغ لاي سلعه موجوده. احنا بنتعامل مع الشكاوى ديت ان احنا عندنا الضبطيه القضائيه، بننزل نعمل تفتيش على المحلات وبنبدا ان احنا نتعامل مباشره. في حاله المخالفات بترفع للنيابه العامه وبترفع للمحكمه الاقتصاديه. المستهلك الشاطر بقى الناصح يا ريت يكون عارف يلف لفه الاول في المنطقه اللي هيشتري منها، يشوف الاسعار ايه في الاول عشان يعرف بعدها بعد في الاوكازيون في فعلا اوكازيون حقيقي ولا لا. لو لقى في اي تلاعب من المحلات يا ريت يكلم الجهاز او يكلم اي جمعيه من الجمعيات، وطبعا احنا مستعدين. ارقام بتعمل على مدار اليوم؟ على مدار انا بالنسبه لجمعيتي 0100 512 6221 مفتوح 24 ساعه.